ايه الاخبار يا رجاله؟ مع كثره الحوادث في الفتره الاخيره خصوصا الناس اللي راكبه ريسات او موتوسيكلات سرعتها عاليه، عايز اعرض معاكم النهارده 5 حوادث هنتعلم منهم ودايما هيكونوا حاضرين في ذهنك على الطريق. الفيديوهات دي رغم ان انت ممكن تتفرج عليها كده بسرعه وتسيبها وتمشي، لكنها مفيده جدا وبتعرفك ايه الحاجات اللي ممكن تحصل معاك على الطريق. لانك لو واحد بتسوق موتوسيكل مجرد ما تشوف الفيديوهات دي وانت ماشي على الطريق هتفتكر المواقف دي وهتعرف تتصرف احسن من العادي. فيلا بينا نخش في المهم ونشوف الحوادث ونشوف ازاي نتفادى الحاجات دي بعد كده. وعلشان الفيديو ده ينتشر بشكل احسن وناس كتير تشوفه قبل ما توقع في الحوادث دي، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وحاول تشير الفيديو على قد ما تقدر. وفي الفيديو ده اخترت لكم 5 حاجات او 5 حوادث فيها احتماليه كبيره جدا انهم يحصلوا معاك في مره على الطريق. اول حادث حصل معانا وهو ان انت تكون ماشي على الطريق ويحصل معاك حاجه اسمها رعشه الموت او الديس ووبل. الحركه دي بتحصل بسبب حاجات كتير جدا، ممكن حاجه ميكانيكيه وممكن غلط انت عملته على الطريق. يعني لو هنتكلم على اسباب ميكانيكيه، ممكن يكون البلي في الموتوسيكل بايظ، ممكن يكون في رجه في الجنط اللي قدام، في حاجه بايظه في الفرده نفسها فيها حته منفوخه وحته نايمه. اي حاجه في الموتوسيكل عموما بتسبب رجه ممكن تعمل معاك الحركة دي. اما الاخطاء اللي انت ممكن تعملها ان انت مثلا ممكن ترفع حصان بالمكنه او ترفع الفرده اللي قدام حاجه بسيطه وانت مش واخد بالك، فبالتالي حركه الفرده اللي قدام بتختلف عن الفرده اللي ورا. يعني مثلا لما الفرده اللي قدام تترفع عن الارض لمده ثانيه او ثانيتين، بكل بديهيه وبكل بساطه الفرده اللي قدام سرعتها هتقل عن الفرده اللي ورا، فلما انت تيجي تنزل بالموتوسيكل تاني على الارض ممكن يحصل معاك الحركه دي بسبب اختلاف السرعه بين الفردتين. وطبعا ممكن تعدي في اطوبه، ممكن اي حاجه غير مقصوده على الطريق تعمل معاك الحركه دي، وزي ما قلت لك ليها اسباب برده ميكانيكيه. فلو حصلت معاك في يوم من الايام حاول تفضل ماسك الجدون والسيطره عليه بصوره كويسه وتمسك فرامل خلفي في نفس الوقت، واوعى تدوس فرامل قدام. الحركه دي للاسف بتحصل بسرعه جدا وممكن ما تتخيلش اصلا ان انت توقف ازاي او تعمل اي حاجه ازاي، فبالتالي هتلاقي نفسك وقعت على الارض زي اللي حصل معانا في الفيديو ده. فلو حصلت معاك افتكر ان انت تمسك فرامل خلفي واحده واحده وسيطر على الموتوسيكل بتاعك، ما تسيبوش يجري منك يمين وشمال. والافضل من ده كله ان انت اول ما تلاحظ ان الحركه دي بدات معاك تحاول توقفها بسرعه قبل ما تزيد وما تعرفش تسيطر عليها. تاني حادث معانا النهارده وهو يخص الملفات. دايما الناس وهي ماشيه على الطريق ما بتكونش مدركه المسافه بتاعه الملف دي قد ايه، او انت محتاج وقت قد ايه علشان تحوط مع الملف ده. يعني ممكن تكون ماشي تحس ان الملف عادي ملوش اي لازمه، لكن اول ما تخش في الجد وتقرب منه هتلاقي نفسك مش عارف تعمل ايه بالظبط. ممكن تسرح في ثانيه او ثانيتين تلاقي نفسك وقعت على الارض بالشكل ده. الحركه دي مش عارف اقول لك هي بتحصل قد ايه مع الناس كل يوم، انا نفسي اصلا بتحصل لي ساعات ان انا اسرح في ملف او حاجه، ممكن في مره واحده تلاقيني لبست في السور اللي انا ماشي جنبه او طلعت بره الاسفلت اساسا زي ما حصل معانا في الفيديو ده. فدايما لو دخلت ملف خليك مركز بصوره 100% وحاول ان انت ما تسرحش ولو للحظه في الملفات بالذات، علشان تبقى مدرك الملف عامل ازاي ودرجه الانحدار بتاعته وتعرف ان انت اللي تتعامل معاه صح وما تسرحش فيه. والاهم من ده كله ان في الملفات بالذات حاول تخلي سرعتك هاديه لان الملفات ملهاش كبير. الحادثه الثالثه معانا وهي بنسبه 100% غلط من سواق العربيه نفسه اللي طالع من التقاطع. زي ما انت شايف دلوقتي الدنيا مظلمه وصاحب الموتوسيكل في نفس الوقت برده مش مركز بنسبه 100%، مره واحده لقى عربيه طالعه عليه من جنب الطريق وهو طبعا مش واخد باله منها نهائيا. ففي الحاله دي انت ما قدامكش اي حاجه غير ان انت تلبس في العربيه. فالحل الامثل للحركات اللي زي دي او في التقاطعات عموما ان انت تكون مركز قبلها بشويه حلوين وتكون حاطط في دماغك دايما ان في عربيه طالعه من التقاطع ده. يعني ما تبقاش زي صاحبنا وتقول ان شاء الله مش هيحصل حاجه ومفيش حد هيطلع من التقاطع، لا خليك حاطط في دماغك دايما ان في عربيه طالعه او في اي حاجه طالعه من التقاطع، وحط ده في دماغك دايما وانت ماشي في طرق فيها تقاطعات كتير، لان زي ما انت شايف مع السرعه ومع الجري ولا الفرامل هتعمل اي حاجه ولا هيكون في اي حاجه هتحصل غير ان انت هتخش في العربيه. فرغم ان الغلط هنا من صاحب العربيه، ولكن صاحب الموتوسيكل لازم يكون مركز قبليها بشويه وعارف ان هو داخل على حاجه ممكن تقابله فيها عربيه خارجه مره واحده، فما تعتمدش على الناس وخليك معتمد على نفسك. الحادثه الرابعه معانا وهي تخص الابواب بتاعه العربيات. اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده بدل المره 2 وقلت ان انت حاول تركز مع باب العربيه علشان ممكن يتفتح عليك مره واحده وانت ماشي. زي ما انت شايف الاثنين دول ماشيين عادي جدا على يمين الطريق ومش حاطين في دماغهم اي حاجه، وفجاه عربيه من اللي موجوده على الشمال هتفتح باب العربيه فواحد من الموتوسيكلات هيلبس في الباب. طبعا هتقول ان الحركه دي ملهاش حل، ولو انا نفسي دخلت في حاجه زي كده اكيد هلبس في الباب ومش هاخد بالي، ولكن عايز اقول لك دايما ان الحركه دي فعلا ملهاش كبير، بس علشان تقدر تتفاداها بقدر المستطاع حاول دايما تكون ايدك على الكلاكس كده كل ما تعدي من جنب عربيه، يعني كلاكس خفيف بحيث اللي جوه العربيه يكون ودانه معاك وحاسس ان في حد فعلا جاي من على اليمين، احسن ما تكون ماشي ومالكش اي صوت تقريبا. وفي نفس الوقت خليك مركز على الباب بتاع العربيه او خليك مركز على المرايه بتاعه العربيه علشان لو في حد بيعمل اي حركه جوه تكون واخد بالك منه قبل ما يفتح الباب. دي من اكتر الحاجات اللي بتحصل كتير جدا على الطريق كل يوم وحذرت منها قبل كده، فخليك مركز وحاول تسيب مسافه بينك وبين العربيات برضو علشان لو حاجه زي كده حصلت. الحادث الخامس معانا في الفيديو وهو يخص الخضه. لو انت ماشي على الطريق مره واحده هتتخض وهتعمل زي اللي عمله ده بالظبط. في الفيديو ده او في اللقطه دي في اتنين ماشيين ورا بعض، في واحد ماشي ورا وفي واحد ماشي قدامه. اللي ماشي قدام هدى مره واحده وعايز يخش يمين، فاللي ماشي وراه واخد سرعته ومش حاسس ان في اي حاجه هتحصل. مره واحده هيلاقي واحد قدامه عايز يدخل يمين، ورغم ان هو ما كملش ووقف قبل اللي ورا ما يخبط فيه، ولكن اللي ورا اتخض فداس فرامل وسحب شويه حلوين على الاسفلت لحد ما وقع. فعايز اقول لك ان الخضه ممكن تعمل كارثه كبيره رغم ان انت ما دخلتش في حد او محدش دخل فيك، لكن مع الفرامل الكبيره ومع ان انت تفضل تسحب على الاسفلت مش هتعرف تسيطر على الموتوسيكل بتاعك وهتتقل
تتقلب في حاجه تافهه زي دي. فلو حصلت معاك حاجه زي دي مره واحده حاول ان انت ما تتخضش بسهوله وتكون ماشي متوقع اي حاجه ممكن تحصل على الطريق. يعني قدامك واحد ماشي بالموتوسيكل قول ده هياخد يمين مره واحده هيفرمل مره واحده وخلي بينك وبينه مسافه علشان الحركات اللي زي دي. دول خمس حوادث ممكن يحصلوا كل يوم مع الناس على الطريق وانا متاكد ان في ناس وقعت في حاجه منهم. فعشان كده حبيت ان انا اوريك الخمس فيديوهات دول علشان يكونوا مربوطين بدماغك كل يوم وانت ماشي على الطريق وتتوقع ان هم ممكن يحصلوا في اي وقت. بس كده ده كان كل معانا في فيديو النهارده. اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناه الحاجات دي بتفيدني جدا وبتخليني عايز اكمل في المحتوى. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.